بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وباسمه دائما نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعين الأفاضل، شوطنا الثامن ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية، نتمنى التوفيق والسداد والنجاح. شوط خاص بالثنايا القعدان، مسافتنا هي 6 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الأجن العربية الأصيلة. نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا في طياته هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات في هذا الشوط. نبدأ مع البداية، أول الأسماء والمراكز المفتتحة للنداء والإذاعة في هذا الانطلاق المميز والجميل. سراب من يأتي مع البداية، أحمد بن زايد بن محمد السهلي من يقدم لنا شعاره بنترجم هنا مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نتابع الوصول والقدوم. نعم يا مخرجنا، هنا مبلش من يأتي مع المركز الثاني بشعار محمد بن علي بن عبد الهادي بن جذنة، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة من خلال تقدم مبلش مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من وذنان محسن بن حزام بن نديلة، من يقدم لنا وذنان مع المركز الثالث. والمركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من زاهي لعلي بن دلهم بن ناصر الهاجري، من يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات اللي قادم ومنطلق في هذا المسار، يصل هنا صوغان عبد العزيز بن جبران الحجاجي، من يصل ايضا مع المركز الخامس مقدما لنا شعاره. هكذا هي الاسماء للخمسه المراكز الاولى المتقدمه في مسار وتحديات هذا الشوط. اول نداء مشاهدينا الكرام للخمسه المراكز الاولى المتقدمه في هذا الانطلاق المميز والجميل، ولكن العوده مع البداية مع المركز الأول مع شعارك يا أبو زايد. هنا من يقود الأسماء والتحديات الأولى من خلال تقدم أيضا سراب أحمد بن زايد بن ترجم السهلي، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع أيضا انطلاقة سراب مع المركز الأول، بينما المركز الثاني نتابع القدوم والوصول من مبلش محمد بن علي بن عبد الهادي آل جذنة، من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا مبلش مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث شعارك يا بن دلهم القادم مع المركز الثالث مقدما لنا زاهي علي بن دلهم بن ناصر الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من وذنان القادم والمنطلق في مسار وتحديات هذا الشوط، محسن بن حزام بن راشد بن نديلة، من يقدم لنا أيضا شعاره مع رابع المراكز. المركز الخامس اللي وصل في هذه اللحظات وتقدم واجب غيث بن راشد بن سالم المالكي، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة من خلال تقدم واجب. هكذا هي الأسماء أيضا، هكذا هي التحديات مشاهدين الكرام، الأسماء الخمسة الأولى في هذا الانطلاق. وهنا لقطة مميزة من عدسة قناة الريان الفضائية أيضا التي ترصد تحركات الأصايل في هذه الانطلاقة المميزة والجميلة مشاهدينا متابعين الكرام. عمق الميدان وما يدور هناك في الكادر السفلي من قناة الريان الفضائية، كما تشاهدون هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. مشكور يا ابن خزينة على هذه اللقطات المميزة والجميلة في هذا المسار المميز. وده هناك مع البداية مع المركز الأول، سراب لا يزال هو القائد الأسماء والتحديات الأولى بشعارك يا بن ترجم، من يقدم لنا سراب هو القائد المسار الأول في هذا الانطلاق المميز. ولكن شوف التغيير، غير زاهي بن دلهم هنا، بدأ يقدم لنا زاهي علي بن دلهم الهاجري، هنا من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. يا سلام، شوف ايضا، شوف هنا واجب الذي بدا يغير، بدا يسير، بدا ينطلق بهذا المسار المميز والجميل.
الخليل غيث بن راشد بن سالم بن حاكم المالكي، من يقدم لنا شعاره، يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال هذا الحضور المميز والكبير هنا، من ينطلق مع المركز الأول، بينما المركز الثاني نتابع هناك من الجانب الآخر زاهي علي بن دلهم بن ناصر الهاجري، من يقدم لنا زاهي، والمركز الثالث وصل أيضا اسم جديد يصل مبلش، نعم هنا شعار بن جذرة القادم في هذا المسار في هذا الانطلاق المميز. المركز الرابع سراب أحمد بن زايد بن طرجم السهلي، وخامسا الوصول والقدوم مشاهدين الكرام اللي وصل بهذه اللحظات، وصل صوغان عبد العزيز بن جبران الحجاجي، بينما أرى الوصول والقدوم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام اللي واصل هنا يصل بدران، نعم القادم في هذه الانطلاقة المميزة والجميلة، وتابع هنا بدران في هذا المسار المميز، وصل شعال بريدي، نعم مقدما لنا بدران هادي بن محمد بن جابر آل بريد المري. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدين مستمعين الأفاضل، ولكن عودة مع واجب الذي يقود الأسماء والتحديات الأولى في هذا الانطلاق المميز والجميل، غيث بن راشد بن سالم المالكي، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة من خلال تقدم واجب الذي يقود الأسماء، يقود التحديات الأولى في هذا المسار المميز، بينما الوصول مع ثاني التحديات القادم هنا زاهي علي بن دلهم بن ناصر الهاجري، والمركز الثالث وصل في هذه اللحظات شاهين محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل، بدأ يقدم لنا شعاره أيضا في هذا الانطلاق المميز والجميل، بينما الوصول من شعار المريخي وصل المريخي أيضا لينضم إلى دائرة الخمسة المراكز الأولى، وشعار البريدي مع بدران، بدأت الأسماء بالاقتراب، بدأ الكل بالاقتراب مشاهدينا متابعين الكرام، ونحن نقترب أيضا، بدأنا بالمنعطف الأخير، ولكن واجب لا يزال هو القائد المسار، القائد التحديات الأولى، من ينطلق هنا في هذا الانطلاق المميز والجميل مع البداية مع المركز الأول غيث بن راشد بن سالم المالكي، ولكن شوف التغيير اللي غير في هذه اللحظات شاهين محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل، بدأ يقدم لنا شاهين، بدأ ينطلق في هذا المسار المميز والجميل، بينما الوصول أيضا اللي قادم هنا مدرك محمد بن خميس بن عويضة المريخي، وصل شعار ممثل هل الروضة الدائم يحضر في هذا المسار ليقدم لنا شعاره مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث هنا اللي قادم أيضا واجب غيث بن راشد بن سالم المالكي، والمركز الرابع اللي واصل ومنطلق في هذه اللحظات مبلش مبارك بن محمد بن قطامي آل فهيدة، بينما الوصول شوف القدوم وصل الشديد أيضا القادم والمنطلق هنا بشعار جابر بن متعب بن حمد آل منخس المري، ولكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول شاهين مع الصدارة، شاهين هنا من ينطلق، من يندفع بهذا الشكل المميز بهذا الأداء الرائع والجميل مع البداية، محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل مع الصدارة، بينما المركز الثاني هنا من يتقدم أيضا مع ثاني التحديات بانطلاقة مميزة مدرك محمد بن خميس بن عويضة المريخي، ولكن بن سويدة مع المركز الأول مع صدارة الشوط، من ينطلق هنا أيضا بشعاره المميز محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل مع الصدارة مع المركز الأول، الله يا شاهين، ولكن مدرك من الجانب الآخر، ولكن خلاص يبدو لي شوط مع شاهين، مدرك شاهين الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، الله 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 الأمتار الأخيرة، ولكن خلاص جهويل حسم الأمور هنا مع انطلاقة شاهين، سلام وتحية واحترام، بينما المركز الثاني وصل مدرك بشعار المريخي، المركز الثالث كان الوصول من شديد جابر بن متعب آل منخس المري، والمركز الرابع وصل مبلش لمبارك بن محمد بن قطامي، والمركز الخامس كان الوصول من كيف لحمد بن سالم بن علي بن جهويل النابض. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن كان الحضور المميز والكبير من شاهين الذي قدم الأداء المميز والجميل. التوقيت الزمني 9:33 80 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام لمالك شاهين من خطف ناموسي هذا الشوط.
تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمحمد بن حمد بن جار الله بن جهويل على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني لما قصر ايضا مدرك توقيته الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 9:33 88 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك مدرك محمد بن خميس بن عويضه المريخي، بينما المركز الثالث وصل شديد مشاهدينا الكرام توقيته الزمني 9:38 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس جابر بن متعب بن حمد المنخس المري.